تعطينا نبذة عن محمد. إن شاء الله. أنا المستشار محمد صالح السهلي في اللجنة الاستشارية للطفولة، وعمري 10 سنين، وأنا الأشياء المتميز فيها الحفظ والإلقاء والأشياء الحفظ السريع. هذا أكثر شيء متميز فيه، الحفظ السريع، وأنا حافظ أشياء كثيرة. وإن شاء الله أنا ناوي أختم القرآن، وأنا الحين بادي بالقرآن الكريم واصل الجزء الخامس. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. والله جلسنا طبعا قبل لا نبدأ مع أبوك العزيز الغالي صالح، وما شاء الله أشوفه ما شاء الله مبسوط فيك كثير يا صالح، وأنت صراحة